السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم راح نحكي عن حوايج الكليجة، عن المكونات والمقادير وسر الطعم والريحة الشهية للكليجة. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لحوايج الكليجة متوفرة عند محلات العطارين أو محلات التوابل، نحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة من اليانسون، ونحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة ملعقة طعام من القرنفل أو المسمار، وهذا هو شكل القرنفل قبل الطحن. ونحتاج كمان إلى ملعقة كبيرة من القرفة أو الدارسين، فهي سر الطعم الشهي والنكهة للكليجة. ونحتاج كمان إلى 2 ملعقة كبيرة ملعقة طعم من الحبة الحلوة أو الشمرة. ونحتاج كمان إلى الهيل، إلى 4 ملاعق كبيرة من الهيل، فهو سر الطعم الطيب للكليجة. ونحتاج كمان إلى جوزة الطيب، إلى نصف جوزة الطيب. نطحن جوزة الطيب أو نبشرها، وهذا شكل جوزة الطيب من الداخل، نحتاج إلى نصف جوزة الطيب. المواد الأساسية بالنسبة لحوايج الكليجة فهي الهيل والقرنفل والقرفة وجوزة الطيب، فهي سر النكهة والطعم اللذيذ والريحة الشهية والقوية للكليجة. نخلط جميع المواد أو الحوايج ونطحنها بهذا الشكل، هاي حوايج الكليجة بعد الطحن. ننخل حوايج الكليجة بالموخل، وما تبقى منها من المواد الخشنة نطحنه مرة ثانية، ونضيف 3 ملاعق من حبة السوداء و3 ملاعق من السمسم المحمص الأسمر، نضيفه للكليجة لعجينة الكليجة بدون طحن، نضيفه كما هو. بعد طحن حوايج الكليجة نضيف لكل كيلو من الطحين نضيف له ملعقة كبيرة من حوايج الكليجة. وفي ملاحظة أعزائي، أنه في كثير وصفات فيها أن يضيفون الكمون ويضيفون الزنجبيل ويضيفون المواد الثانية، فلكل بلد وكل يعني مكان له عادات وله وصفات وله إضافات. أما بالنسبة لهذه الوصفة والمقادير والمكونات فهي وصفة مجربة وأعطتني نتيجة كثير كويسة بالنسبة لطعم الكليجة وريحتها وسر النكهة يلي فيها، فهي وصفة من أيام أمهاتنا وجداتنا. بتمنى تستفيدوا من هذا الفيديو وتجربوا الطريقة وتعطوني رأيكم، وأشكركم كثير على حسن المتابعة والمشاهدة، وما تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة إذا تشاهدونا الأول مرة. وتحياتي لكم، وأترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.